طيب الأخ يسأل يقول أنا أريد أن أسأل عن أم الزوجة، أم الزوجة هل تعتبر محرما لزوج ابنتها ويجوز لها أن تكشف أمامه تضع حجابها أم لا؟ الجواب نعم، أم الزوجة هي محرم لزوج ابنتها محرم، وهي محرمة عليه تحريما أبديا، تحريما أبديا، يجوز لها أن تكشف أمامه كسائر محارمه طالما أنه لا يوجد خشية فتنة، لأنه أحيانا يمكن أن يكون هناك شيء من الفتنة، لا سيما إذا كانت أم الزوجة صغيرة السن وزوج البنت في مثل سنها أو ربما أكبر منها. ففي هذه الحال عليها أن تتحرج وتتحفظ من التكشف عليه حتى لا يتسبب ذلك في شيء من الفتنة، وهذا حاصل في حتى لو بين المحارم، يعني إذا خشيت الفتنة فإنه يتجنب ما يدعو إليها درءا للمفسدة. لكن الأصل أن أم الزوجة محرم، فالله عز وجل ذكر ذلك في كتابه عندما ذكر المحرمات من النساء، فقال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقال وأمهات نسائكم، فأم المرأة محرم ويجوز له أن يجلس معها وأن تتكشف عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.